يا بابور شكل المور وصلني بلدي بيروت تحت أنسك يا لبنان حلو والله عيشو قد سادي ابو حمدان ازمه الفنان سادي ابو حمدان ازمه الفنان تعال بص وشوف سادي من الشوف تعال بص وشوف جاب دام شوفي جاب دام الان جاب دام الان بعمل حفله سادي ابو حمدان فنان سادي لا يا حبيبي لا سادي ابو حمدان اي حفله ازمه الفنان من 17 شهر هو عيده لا 17 ولا 20 المحل كله صار شحت اربع كراسي بونجور انت شوف في حفله هون اقول لك جايه من الصوف يا حبيبي تعال بص وشوف شادي شو 17 خيي ب 17 لا 17 ولا 20 17 هيدا الشهر شادي ابو حمدان مدام عم بيضحك عليك هذا المحل ما بيساعش سبع كراسي انا رح احجر خلص ما تعطل هم عاملين صاحب طنبله ليك يا استاذ في مرحبا لا ما في لا مرحبا ولا بطيخ يلا خليك نوم يلا خل اطلع بص وشوف شادي من الشوف اطلع بص وشوف ما بتفهم عربي اطلع بص وشوف شادي من الشوف لا بص وشوف ولا بص لا بتعرف ليه لان شادي من الشوف اطلع بص وشوف لا بدي شوف ولا بدي اشعر بس لحظه لفصل لك شغله ما بتفكر لي ما بتفكر اطلع بص وشوف شادي من الشوف على القافية عم بلعب على القافية لنجيب زبونين لا قافية ولا ضهري حل يلا في الصورة خيي بس معلش لا في لا لا لحظة لحظة روح عبالك طب خلص رايح ما بقى رح تشوف صورتي أنا لا أنا ولا شادي شو الموضوع شادي أبو حمدان مش جاي على لبنان ها من وراك شادي أبو حمدان مش رح يجي على لبنان إذا هيك عم تتصرف عاملين صاحب طنبو ولا بنعملها في شي 80 شخص معقول روح حل عن ضهري يلا ما بقى ترجع لهون جاي اخدها وفيلم جاي اخد شادي وفيلم لا جاي اخد شادي وفيلم ايه شادي ابو حمدان لا يا على لبنان ابو حمدان شوفي عم بقول لك حل من هون في 80 شخص جايين وعاملين سحب هو هذا هذا الفنان شادي ابو حمدان جاي على لبنان بيساع خمس خمس كراسي ما عندي اكثر ما عندي شو حل ما بيساع شيء معقول جاي من امريكا لا يجي من عين لا تبيع عين خلص تعال بص وشوف جاية من الشوف عم نلعب على القافية شادي ابو حمدان مش جاية على لبنان ها من وراك خلص خيوان انا علي خلص 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 علي انا عم لك علي خلص تعال بص وشوف جاية من الشوف لا 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 فيش كتير تعال بص وشوف جاية من الشوف لا 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 بص كاميرا خفيف كاميرا خفيف بس انا عايزك ونقول لك خلي تليفونك بايدك وينادى تعال لبنان لبنان كثير حلو على فكره شادي من اشد المعجبين بالبرنامج مشان هيك اصروا نعمل له حلقه بلا ما يعرف ينادى عليك وراتروت هي اللي طلبت فهيك ايه مزبوط وما قالوا له شيء قالوا له اقعد تعال نحضر حلقه ايش وتاكل غيره وجا بحاله على الهواء وكان ضرب موفق يلا تعال بص وشوف شادي من الشوق مثل الليل في قمر ضوى كل الدنيا عيد ميلاده للقمر